خلينا الاول قبل ما نبدا نطمن كل الناس على صحه زميلتنا ندى محمود، وهي بقى تبقى موجوده معانا على الهواء. طمنا على نفسها ونسمع صوتها. وحشتينا يا ندى. صباح الفل او مساء صباح الفل. عليك يا تسنيم، انت كمان وحشتيني وكل المشاهدين وحشوني والله. يلا ارجعي لنا البرنامج، وحش من غيرك. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، دعودي ان شاء الله ربنا يمن عليا بالصحه والعافيه وارجع على طول. البرنامج مش وحش من غيري ولا حاجه، انت قاعده منوره. الله يبارك فيكي يا ندى وترجعي بألف سلامة يا حبيبتي. طبعا الناس كلها عايزة تطمن على حالك، فانت الأول قولي للناس وعرفيهم انت ايه اللي حصل لك. خليني نسلم عليكم كلكم وعلى كل المشاهدين وعلى ضيفنا الغالي دكتور حاتم. منور يا دكتور، ربنا الحمد لله يبارك في السلامة. حضرتك. أهلا وسهلا بك. هي الحقيقة تسنيم كان حادث للأسف يعني شديد شويتين، لعله ابتلاء من رب العالمين و ذكروا رحمه زي ما اهالينا الكبار زمان كانوا بيقولوا. فالحمد لله على الابتلاءات كلها الحمد لله. والاصابه للاسف كانت شديده برضه شويه، وزي ما الدكاتره قالوا مشكله انها كانت في اماكن تعتبر خطيره. هو الحادث كان حادث سير. مش انا اللي كنت سايقه، لان كل الناس عماله تقول لي مش تاخدي بالك وانت سايقه بتاع. لا مش انا اللي كنت سايقه، ومش احنا اللي كنا غلطانين للاسف، هي كانت اقدار الله سبحانه وتعالى. كان سائق العربيه الثانيه هو اللي كان غلطان. اسفر عن الحادثه، الحمد لله الحمد لله. كسرت فقرات الرقبه الاولى، مسؤوله عن يعني جزء كبير جدا من حركه الجسم والاطراف وكده. كان في قلق شديد جدا في الاول، صحيح. بس الحمد لله ما اثرش عنها. يعني كان في تخوف ان ربنا يعافيكي يكون في تسرب للنخاع الشوكي. هو ده كان القلق الاول ساعتها جدا، وحتى قعدوا عملوا اختبارات سريعه بسرعه لايدين ورجلين بتتحرك ولا لا. بس لطف ربنا كان الحمد لله محوطني ان انا ودعاء الصالحين. يعني الحمد لله كان كسر، يعني كان انت قعدتي 7 دقايق، اول 7 دقايق بعد الحادثه غايبه عن الوعي. يعني انا قعدت فتره، انا ما يعني لا ركزت مين حواليا الا بعد فتره، وما شفتش الحادثه كلها على بعضها. يعني انا اتحكي لي ان اللي كانوا معايا. انت ما عرفتنيش يا ندى اول يوم، الموضوع ده اثر فيا جدا. ربنا يشفيك. وللاسف كسرت الجمجمه وفضل الشمال. فهي كلها كسور للاسف يا تسنيم، شديده ومش بتتجبد. فانت يعني واحد يلبس رقبه كده شديده شويتين، انت شفتيها طبعا. ولازم تقعدي في البيت مفيش حركه طبعا، راحه طويله وممنوع الحركه والحاجات دي كلها. هي ادويه وعلاجات كده بس. لا مفيش تجبيد بقى، لا انت رقبه وجمجمه وضلع، فانت في السرير بس. حبيبتي الحمد لله الحمد لله. بس يعني في تحسن افضل من الاول كتير، يعني موضوع الضلع الشمال ده تحسن جدا الحمد لله. لسه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هروح بقى الدكتور يقول لي الفقرات والجمجمه يعني لا الالتئام فيهم وصل نسبه قد ايه، يعني ان شاء الله تكون نسبه كبيره. يعني ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يشفيكي يا ندى ويعافيكي ويخفف عنك يا رب، وترجعي تنوري تاني زي ما كنتي. يعني هو المؤمن مبتلى، وربنا سبحانه وتعالى بيجعل كل ده زي ما انت قلتي رفعه لدرجاتك، ونحسبك يعني من الخيرات الصالحات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يا رب يتم شفاكي على خير يا ندى. طيب قولي لنا، يعني بما انك لسه طازه، الحادثه ديت اكيد سابت اثر او سابت حاجه كده نفسك توصليها لكل اللي بيسمعوكي، ايه هي؟ والله يا تسنيم هي سابت اثر كبير وسابت عبره كبيره قوي 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 يا تسنيم. هو انا مش عايزه انكد على الناس ويعني ولايقهم وكده، ولكن انا كنت نازله الصبح لابسه ومتشيكه وراحه القناه بقى وبتاع ومكلماكي، يعني الدنيا كانت انا وقاعده في العربيه وفاتحه السكريبت وبقرا. لحظه واحده يا تسنيم كنت هبقى بين ايدين رب العالمين. في ثانية احسن عملك. يا ترى بقى احنا مستعدين لليوم ده بغض النظر عن اي حاجه، ان دي حتى موت وان الحاجات دي مش محتاجه اصلا حوادث الاعمار دي اللي كل ده احنا عارفينه. بس يا تسليم ما تتحط فيه، والموت لا عيل كبير ولا صغير وممكن يجي فجاه في اي وقت. يا ترى كل واحد فينا كده يقعد مع نفسه يقول هل انا مستعد لليوم ده؟ لا قدر الله لو جه بكره، لو جه في اللحظه دي. وبعدين يا ندى كان يوم حظ قدام ربنا، بقول له
لا يا رب انا مش خايف، لو هتقبضني دلوقتي انا مش خايف، انا لما فوق قلت انا لازم اعيد حساباتي كل حاجه كل حاجه، وخصوصا في علاقتي برب العالمين، وبعد كده يكون الهون بعدها. صحيح صحيح ونعم بالله. كنت بقول لك ان هو كان يوم حد، يعني المفروض ان هو يوم حظر، ما فيش حد ماشي في الشوارع غير الاعلاميين او الاطباء، الناس اللي عندها مهنه معينه مستثناه منها، من القعاد في البيوت. فيعني الموضوع غير متوقع خالص، يعني فجاه في ثواني كل حاجه اتقلبت، الموازين كلها اتقلبت، وسبحان الله حصلت الحادثه. الاقدار الله كلها سبحان الله كلها خير لينا، ولكن احنا فعلا اوقات التسليم ما يعني ما بنلجاش لرب العالمين الا لما بيبقى عندنا ازمه او كرب، وبنبقى في الفرحه والسرور والسعاده، لا يعني الحمد لله وبنقول خلاص. لكن فعلا احنا محتاجين حياتنا مع ربنا تبقى في السراء زي الضراء. حقيقي فعلا. انا مش بسال ربنا وانا تعبانه بس، ولا انا عامله حاسه بس، ولا انا عندي كرب بس، احنا لازم حياتنا كلها تدور في فلك رب العالمين. يمكن انت في اول فتره يا ندى، في اول 10 ايام تقريبا، حتى الميه ما كنتيش بتعرفي تبلعيها، لانه طبعا لا كانت فكانت يعني ماساه شديده جدا بالنسبه لي. هو كان ابتلاء شديد جدا، وحسسني بقد ايه الواحد يتسمم عنده كميه نعم ربنا مانع عليه بيها وهو مش حاسسها. يا حبيبتي مش حاسسها، يعني انا عشان اقوم من السرير انا محتاجه اثنين يسندوني بس عشان اقعد على حالي. صحيح. وبعدين الاثنين دول يسندوني اقف. بعد كده لما بدات اتصور بقى واتكلم اقدر اقوم لوحدي، وان انا امشي اطلع بره الاوضه لوحدي كده، يا نهار قد ايه احنا كنا في نعم. المنبه يضرب اوبا اوبا انا متاخرت، بص بسرعه اكل وبسرعه البسي بسرعه انزلي. احنا ما كناش حاسين في نعم كتير في حياتنا، يا النظر والعين والبلع والمشي النوم. انا عدى عليا ايام يا تسنيم وكنت بشوف فيها النوم من الالم العظام، الم العظام شديد وفي اماكن صعبه جدا، كونك تحطي راسك على المخده وتروحي في النوم ده نعمه كبيره قوي قوي قوي. حقيقي 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 فعلا يا ندى. ربنا حبيبتي يشفيكي ويعافيكي ويخفف عنك يا رب، وترجعي بألف سلامة زي الأول، وأحسن لبيتك ولأولادك ولينا في البرنامج. يا رب ربنا يبارك فيك يا ندى. أنا عايزة بصراحة أقول شهادة حق، قولي حبيبتي قبل ما أقفل معاكي، أنا عارفة إن الوقت بيبقى ضيق، ولكن أنا عايزة أشكر مكملين كلها والله، شهادة أحاسب عليها كلها، من أول حد فيها لآخر حد فيها، من أول مضيف ورحمة الشمس لغيرهم كلهم، زمايلي المذيعين المعدلين المخرجين شباب الموجودين في القناة، حقيقي يا تسليم حقيقي. حقيقي. أنا أول ما فقت في المستشفى لقيتهم كلهم كلهم حوالي. حقيقي فعلا ربنا يبارك فيهم جميعا. تليفوني 14 رن، كلهم كلهم بلا استثناء، واللي اتصل ما اتصلش مرة واحدة يا تسليم، مرة واثنين وثلاثة، ويطمن طب أجيب لك حاجة، طب أعمل لك حاجة، واللي يخلي زوجاته يكلموني. وهم حقيقي أنتوا رجالة بجد، انتوا فعلا جدعان وانتي تستاهلي كل خير يا ندى. ما تتبانش والله يا تسليم الا في الازمات. انا شفت بعيني اخوه حقيقيه، شفت بعيني اخوه حقيقيه، وحقيقي انا عايزه اشكر كل واحد في التلفزيون بيسمعني دلوقتي، جزاك الله عني كل خير. الله يسعدك. كل دعوه صدقه انت دعيتها ليا، كل وقفه انت وقفتها جنبي، وكل زعل حقيقي انت زقيته عليا حقيقي، ربنا يكرمكم كلكم. وحقيقي انتوا حسستوا الواحد انه فعلا غالي عليكم، وعلى قد ما الغربه ليها مراره، انتوا حسستوا الواحد لا ان الغربه زي ما ليها مراره فيها اخوه برضو ساندينك في ضهرك. صحيح. واخيرا رجاله وجدعين. الشهاده الثانيه بقى تسليم ليكي انتوا واجدادك، وطبعا الحبايب كتير واللي خافوا عليا كتير واللي تاثروا عليا كتير، بس انتي واجدان يعني مع بنتهم فوق الذهب بشويه. الله يبارك فيك يا ندى. وبعتذر ان انا بقول اشجان بس مش استاذه اشجان كده على الهوا، لان هي صديقتي وحبيبتي واختي. انا مش هنسى الصراحه يا تسنيم، اول ما فقت ولقيت عينك في عيني وانت حاطه ايدك على خدودي كده وتقولي لي ندى يا حبيبتي، فوقي النبي يا ندى عشان خاطر ردي عليا انا تسليم. طب انت عارفاني انا تسليم يا ندى، ردي عليا. صحيح. انا مش قادره انسى تسليم شكلك وانت بتعملي كده. انت هتعيطيني هتعيطيني وتفكريني باللحظات الاولى، لان هي كانت صعبه جدا، الواحد ما كانش عارف انت فيكي ايه
وانتي مش بتقولي حاجه غير بتتألمي وبتتوجعي والواحد مش عارف ايه اللي حصل، وانتي اصلا عندك ديسك من قبل الحادثه، يعني كان منتهى القلق. الحمد لله حقيقي شفت في عينك صدق، انت لا انت قدام كاميرا ولا انت في بتاع وماسكه ايدي عماله تبوسي فيها، وكل ما بقول لها تعالي الموده والمحبه والنبي يا ندى كلميني. اشجان لما جت وسندت ظهرها في الحيطه وانا سمعتها وهي بتقول يا رب ما توجعني فيها، كانها بتدعي لبنتها او كانها بتدعي لاختها. انا اول مره عرفت يا تسنيم عرفتكم في الغرب ومعرفت بيكم سنين طويله، بس بحمد ربنا ان انا عرفتكم وبحمد ربنا ان انتم من اصحابي بجد طال المدة أو قصر، بس انتوا فعلا الواحد يحمد ربنا عليكم لأن انتوا جدعان أصحاب وحبايب، وتعرفوا يعني ايه تزعلوا زعل الواحد بجد وتفرحوا وتفرحوا بجد. أنا محظوظة إن ربنا رزقني بيكم في الغرب. الله يسعدك يا ندى، والله ده كتير جدا الكلام ده علينا، ربنا يسعدك يا حبيبتي، انت تستاهلي كل خير، عشرتك طيبة وصحبتك طيبة، الواحد لم يرى منك إلا كل خير، ويعلم الله سبحانه وتعالى ان انتوا فعلا اخوات الواحد بجد في الغربه. يعني احنا بقالنا اكتر من 6 سنين محدش فينا بيشوف اهله ولا بيعيش معاهم، فانتوا الاهل بجد في كل حاجه، فيعني ربنا يديم الموده والمحبه وينزغ اي شيء من القلوب ويجعلها دايما قلوب اجتمعت على طاعته واجتمعت على رضاه واجتمعت على القضيه، ويشفيك يا ندى ويعافيك ويرجعك لينا بالف سلامه يا حبيبه قلبي. يا رب يا حبيبتي، وبشكر كل الناس اللي سالت عليا وسامحوني ان انا ما قدرتش ارد على رسائلكم الكتير اللي جت، والله العظيم غصب عني ما قدرتش امسك التليفون خالص، ولسه مؤخرا بدات امسك التليفون واتفاعل شويه. كل اللي بعتوا لي رسائل او سالوا عليا على راسي من فوق ربنا يكرمكم يا رب، وبعتذر ان انا ما عرفتش ارد عليكم، ان شاء الله يعني تكون المكالمه دي طمنتكم ويبقى ده رد ليكم وعشان للجميل اللي سؤالكم متكرر عليا، ربنا يبارك فيكم. احلى جمهور مكملين وجمهور بسمع احلى، ربنا يبارك فيكم. واهم حاجه ان الواحد حياته كلها تكون لله، صحيح، عشان لو حصل له اي حاجه يبقى ضمن الدنيا وضمن الاخره كمان. شكرا جزيلا ليك يا ندى، شرفتينا حبيبتي، عقبال ما تنورينا بالف سلامه يا حبيبه قلبي. شكرا جزيلا لاتصالك، واسبوعنا هيبقى جميل بسمع صوتك. مع السلامه.